لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. أركان الكفر أربعة: كتاب الفوائد. قال: أركان الكفر أربعة: الكبر والحسد والغضب والشهوة. فالكبر يمنعه الانقياد، والحسد يمنعه قبول النصيحة وبذلها، والغضب يمنعه العدل. والشهوة تمنعه التفرغ للعبادة. يبقى هنا ما يقصده بالكفر: إما أن يقصد عدم شكر النعمة، وإن كان هذا ينبغي أن يقيد في مثل هذا الموطن بأنه كفر دون كفر، أو يكون مقصده أن أركان الكفر الأكبر مبني على استحكام هذه الأربعة، بحيث اختار الإنسان الكفر من أجلها. إذا استكملت هذه الأربعة أو استكمل واحد منها، استكمل وجوده في القلب تاما، وجودا تاما، فإنه يؤدي أو يكون مرتبطا بالكفر والعياذ بالله، حيث يؤدي به لكونه قد اكتمل في القلب إلى أن يكفر اختيارا لهذا الداء الذي هو فيه. أجل هذا الداء فإنه يختار الكفر. فالأول كبر إبليس، مثل كبر إبليس وكبر فرعون وهامان وقارون، فإن هؤلاء منعهم الكبر من الإيمان وأدى بهم إلى الكفر والعياذ بالله. والحسد حسد إبليس أيضا، والحسد نابع من الكبر، من رؤية كمال النفس وتحقير الآخرين، فيكره أن ينعم الله على عبد بنعمة يشعر معها بأنه أكمل منه، فلذلك يكره ذلك ويتمنى زواله. فحسد إبليس وحسد الملأ من أقوام الأنبياء الذين يقولون لهم: ما أنتم إلا بشر مثلنا. فمثل هذا الحسد الذي دفعهم إلى تكذيب الأنبياء كما قال مشركو قريش: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وكما قال سبحانه وتعالى: عن اليهود: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فهم حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم والعرب على أن يكون الكتاب والنبوة فيهم، فكفروا بذلك. ورؤوس الكفر عموما الحسد هو الذي يأكل قلوبهم، فمن وصل به الحسد إلى درجة التكذيب بالرسل فهو الذي تمكن الحسد من قلبه.
حسد ابن آدم القاتل نعم، وكونه كافرا فيه احتمال، لأجل ذلك لم نذكره. وأما الغضب فهو مستوجب للعدوان والظلم إذا لم يكن لله سبحانه وتعالى، وهذا يدفع إلى قتل الأنبياء وتكذيب الأنبياء وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس لأجل أنهم يأمرون بالقسط من الناس، فهذا النوع من الغضب يكون كفرا. وأما الشهوة التي تكون كفرا فهي مثل شهوة قوم لوط، دفعتهم إلى تكذيب نبيهم، بل تكذيب المرسلين عموما، وإباء الشرع. بل لو قلت أن شهوات الغرب اليوم من هذا النوع، فإنهم يمجدون شهواتهم والفواحش التي فيهم والشذوذ وغير ذلك، يرون ذلك حقا لهم، شهواتهم تدفعهم إلى أن يستحلوا ما حرم الله وأن يردوا شرع الله ويأبوا أن ينقادوا له. حتى لا يقال أن يعني هذه تكون كفرا في كل الأحوال، من فهم ذلك أخطأ الفهم. فلا يزال الناس يقع فيهم هذه الأمراض دون أن تصل بهم إلى الكفر، كمن يتبختر في مشيته مثلا ويجر ثوبه خيلاء، فلا ينظر الله إليه يوم القيامة، ولا يلزم أن يكون قد خرج من الملة. وأظن أن القول الأول هو مقصوده، خصوصا مع قوله والشهوة تمنع التفرغ للعبادة، فإن هذا لا يناسب أن يكون من الكفر الأكبر. أعني أن عدم التفرغ للعبادة لا يوصف بأنه كفر أكبر إلا إذا كان عن استحلال، إلا على قول من يكفر تارك الصلاة تكاسلا كفرا ناقلا عن الملة. فالأقرب عندي أن الكفر بمعنى كفر النعمة، والله أعلم. كفر النعمة في غالبه كفر أصغر. قال: فإذا انهدم ركن الكبر سهل عليه الانقياد، وإذا انهدم ركن الحسد سهل عليه قبول النصح وبذله. القبول النصح، الحاسد يرى ان لو قبلت النصيحه من الناصح يبقى هو احسن مني، وهو مشكله الحاسد ان هو ايه، مش عايز حد يبقى احسن منه، ولذلك يتمنى زوال النعم. واما بذل النصيحه فيقول لك لا، خليهم كده على حالهم. اليهود متميزون بهذا الداء، ان هم حاسدين غيرهم، يعني يكرهون أن تكون النعمة عند غيرهم، فحسدوا أمة الإسلام. وبقية الأمم عندهم المفروض يفضلوا على الكفر، أو أحسن يفضلوا على الكفر، ليسوا أهلا لأن يكون الدين عندهم. ولذلك تجد اليهود هم رؤوس أنواع ألوان الكفر المختلفة. الإلحاد رؤوسه من اليهود، الشيوعية رؤوسها من اليهود، الوجودية رؤوسها من اليهود، فرويد يهودي بتوع نظرية النشوء والارتقاء، ماركس يهودي، لينين يهودي، جان بول سارتر اللي هو بتاع الوجودية يهودي، ابن سبأ يهودي. لا يبذلون النصح للناس، لأن الناس إذا نصحوا فاستجابوا صاروا مثلهم في الخير، وهم لا يريدون ذلك. يهود أصلا دين منغلق على أتباعه، لا يبذلون الدين للعالم، لا يريدون أن يدخل العالم في دينهم، بل عندهم لا يمكن أن يدخلوا في دينهم لما اخترعوا من الباطل،
من أنه لا يكون يهوديا إلا من كانت أمه يهودية، فمن لم يولد لأم يهودية لا يكون يهوديا، والعياذ بالله. بس الباقيين عبد العبيد، باقي الأمم عبيد العبيد، هم عندهم كبر داخلهم، ولكن الأمم الأخرى عبيد العبيد. حتى أبناء سام مثلهم، هم أكتر حد بيحقدوا على العرب. يعني شوفوا الألمان عملوا فيهم إيه، مثل هتلر عمل فيهم إيه، ولا يسيمون الألمان سوء العذاب، إنما يسيمون الإيه؟ العرب. إنهم العرب دول عندهم أكثر، لأن طبعا خصوا بالنبوة وهم أبناء إسماعيل، والحقيقة إن هم أبناء سام مثلهم، كلهم ساميين، فالمفروض إن هم يكونوا إيه؟ يعني يكونوا أقرب لهم، لكن الحسد الذي أكل قلوبهم. ويقول: وإذا انهدم ركن الغضب سهل عليه العدل والتواضع، وإذا انهدم ركن الشهوة سهل عليه الصبر والعفاف والعبادة. وزوال الجبال عن أماكنها أيسر من زوال هذه الأربعة عمن بلي بها. الإدمان على واحدة منهم، ودايما زي الهروين كده، الإدمان من أول شمة، من أول يعني ما يدخل القلب هذه الأدواء، ويحصل إدمان شديد عليه ويتزايد في القلب. يقول: ولا سيما إذا صارت هيئات راسخة وملكات وصفات ثابتة. هيئات راسخة أوضاع ضاربة بجذورها في قلب العبد، وملكات وصفات ثابتة لا تتغير. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يشعرون، وإذا جاءتهم آية قالوا وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. يعني سبحان الله، تأتيهم الآيات ومع ذلك الإصرار من أجل أنهم لم يؤتوا مثل ما أوتي رسول الله. يقول: فإنه لا يستقيم له إذا صارت الأربعة هيئات راسخة وصفات ثابتة، لا يستقيم له معها عمل البتة، ولا تزكو نفسه مع قيامها بها، مع قيام هذه الأمراض بالنفس. إذا ولدت في النفس لا يستقيم له عمل، لأن أعماله كلها هتبقى بنيات فاسدة، لأن الكبر يفسد حال القلب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وكذا الحسد إنما يكون أعماله رد فعل ليتميز هو عمن يحسدهم، ويكره أن يمن الله عليهم بنعمة دونه، فيحصل له ذلك، تفسد نيته فيفسد عمله. ولا تزكو نفسه مع قيامها به بها، مع قيام الأمراض، يعني مع وجود الأمراض بالنفس. وكلما اجتهد في العمل أفسدته عليه هذه الأربعة. يعني يجي يصلي علشان يتقال عنه أن صوته أحسن من فلان، وأن صلاته أكتر من فلان، وأن جهاده أكتر من فلان، عشان الحسد أو عشان الكبر، عشان الرياسة، عشان الملك، أو لأجل الشهوة، شهوة المال أو الجنس. يقول: وكل الآفات متولدة منها. إذا استحكمت في القلب أرته الباطل في صورة الحق، والحق في صورة الباطل. يعني هذه الأمراض عندما ولدت في رؤوس الكفر، رأوا أن الحق هو تكذيب الرسل، ورأوا أن الحق هو الشرك بالله، ورأوا أن التوحيد باطل، ورأوا أن تصديق الرسل وما جاءت به الرسل رغم الأدلة باطل،
لماذا؟ لأن الأمراض هي التي تحرك الظاهر ده، اللسان اللي بينطق والأفعال اللي بتتم حاجة ملهاش علاقة بالأدلة، إنما تحركها النفوس المريضة المليئة بالشر المليئة بهذه الأمراض. قال أرته إذا تمكنت استحكمت في القلب، أرته الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، والمعروف في صورة المنكر والمنكر في صورة المعروف. صارت العفة والطهارة جريمة يطرد صاحبها. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. الحفاظ على الدين تهمة، دول ناس عايزين دولة دينية وعايزين ما عرفش إيه، كأنها جريمة من الجرائم أن الناس تريد الحفاظ على هوية الدولة كدولة مسلمة. الناس ترى التبرج يبقى ده حاجة عادية وده المعروف عند الناس وده الأغلب، والحجاب والنقاب يعني لابد أن يحارب ولابد أن يخلع وتعقد حفلات لخلع النقاب والحجاب والعياذ بالله. يرون المعروف في صورة المنكر والمنكر الحجاب والنقاب في صورة، يرون هذا يرون المعروف في صورة المنكر، ويرون المنكر الذي هو الفواحش والشذوذ كحال أوروبا، المنكرات الفظيعة التي كانت عندهم منذ يعني نحو 50 سنة جرائم صارت معروفة، لا يؤخذ على أحد من ذلك، لا يؤخذ على أحد فعلها شيئا، بل يدافع عنهم ويقال لهم لكم حقكم، من يمارس مع نفس الجنس المثليون كما يقولون أو من حتى يمارس مع الحيوانات نعوذ بالله من ذلك. قال وقربت منه الدنيا، الآفات إذا استحكمت في القلب قربت منه الدنيا وبعدت منه الآخرة، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم. فمن بين أيديهم يرغبهم في الدنيا ومن خلفهم يبعدوا عنهم الآخرة، ينسيهم الآخرة، عن أيمانهم يبغضهم في الطاعات، وعن شمائلهم يبغضهم في المعاصي، يحببهم في المعاصي. قال وإذا تأملت كفر الأمم رأيته ناشئا منها وعليها يقع العذاب، وتكون خفته وشدته بحسب خفتها وشدتها، فمن فتحها على نفسه فتح عليه أبواب الشرور كلها عاجلا وآجلا. ومن أغلقها على نفسه أغلق عنه أبواب الشرور، فإنها تمنع الانقياد والإخلاص والتوبة والإنابة وقبول الحق ونصيحة المسلمين، تمنع قبول نصيحة المسلمين والتواضع لله ولخلقه. قوله إذا تأملت كفر أمر رأيته ناشئا منها، الأمراض دي تبدأ محدودة في القلب تنمو تكتمل، إذا اكتملت أدت إلى الكفر. يقول ومنشأ هذه الأربعة من جهله بربه وجهله بنفسه، فإنه لو عرف ربه بصفات الكمال ونعوت الجلال وعرف نفسه بالنقائص والآفات لم يتكبر ولم يغضب لها، لم يغضب للنفس ولم يحسد أحدا على ما آتاه الله. طريقة العلاج التفكير في نقص النفس، علشان الكبر هو اعتقاد كمال النفس، والحسد نابع من ذلك، لانه اول ما بيلاقي حد عنده صفات كويسة عنده نعم وهو شايف نفسه
الذي ينبغي أن يتفرد بالكمال، يوم يكره أن حد يكون كذلك، يوم يتمنى زوال النعمة والعياذ بالله. فالإنسان لما يعرف أن الكمال الحقيقي هو لله وحده لا شريك له، وأن العبد فيه الجهل والظلم وفيه أنواع النقائص، يعرف ذلك من نفسه، يحصل له بسبب ذلك انكسار لله عز وجل. ولم يحسد أحدا على، لم يغضب لنفسه ولم يحسد أحدا على ما أتاه الله، لأن دايما اللي بيغضب لنفسه بإيه؟ ما أعطونيش حقي، ما أعطونيش وضعي، فترتب على ذلك أن يغضب ويحارب من أجل ذلك. قال: فإن الحسد في الحقيقة يقول ولم يحسد أحدا على ما أتاه الله، لأن أنت عندك النقص أصلا أنت شايفه، فأنت مش هتقول اشمعنى فلان خد وانا ما خدتش، ما انت عندك نقص ادى الى يعني ما تراه من ان غيرك قد يكون افضل في بعض الاشياء. يقول: فان الحسد في الحقيقة نوع من معاداة الله، في الحقيقة نوع من الاعتراض على قسم الله. ليه فلان ياخد يبقى احسن مني؟ الاعتراض على قسم الله، الله الذي قسم. قال عز وجل: اهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فهم الحاسد ده مش بيفكر انت بتعترض على مين، انت بتعادي مين. يقول: فإنه يكره نعمة الله على عبده وقد أحبها الله. أحب الله عز وجل أن ينعم على عبده، لأن الله عز وجل من صفاته الكمال وإنعامه هو يحبه سبحانه وتعالى. يقول: فإنه يكره نعمة الله على عبده وقد أحبها الله ويحب زوالها عنه، والله يكره ذلك. فهو يكره أن تزول النعمة عن العبد بغير سبب يعني. قال: فهو مضاد لله في قضائه وقدره ومحبته وكراهته، ولذلك كان إبليس عدوه حقيقة، لأن ذنبه كان عن كبر وحسد. اتكلم على واحد بيكره ان ربنا انعم على العبد نعمة دينية او دنيوية. قال: فقلع هاتين الصفتين بمعرفة الله وتوحيده والرضا به وعنه والانابة اليه، وقلع الغضب بمعرفة النفس وانها لا تستحق ان يغضب لها وينتقم لها وينتقم لها، فإن ذلك إيثار لها بالرضا والغضب على خالقها وفاطرها. وأعظم ما تدفع به هذه الأمة، وأعظم ما تدفع به هذه الآفة، أن يعودها أن تغضب له سبحانه وترضى له. يبقى مواقفه بيبنيها على إرادة وجه الله، على نصرة الدين، على الغضب لدين الله عز وجل. يقول: فكلما دخلها شيء من الغضب والرضا، والرضا له عز وجل، خرج منها مقابله من الغضب والرضا لها، وكذا بالعكس. لما يكون مجاهد في سبيل الله بيأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، يجاهد بالكلمة ويجاهد باليد ويجاهد بالقلب، هو ده الذي يبعد عنه هذه الصفة، صفة الغضب للنفس وعدم سؤال
أنه يعني إذا غضب لله عز وجل وجهد في سبيله لم يغضب لنفسه ولم يسأل حقها ونصيبها، وإنما سأل مال الدين وجعل يعتبر الأمور التي فيها نصرة للدين. قال: وأما الشهوة فداواؤها صحة العلم والمعرفة، بأن إعطاءها شهواتها أعظم أسباب حرمانها، حرمانها إياها ومنعها منها. لأن من أدمن الخمر ومنها المخدرات لم يشربها في الجنة. يقول: وحميتها أعظم أسباب اتصالها إليها. الحمية منع المريض من تناول أطعمة تضره. فأنت بتقول للنفس إن الحمية واجبة، إن الأدوية، إن الحمية، إن الذنوب والمعاصي إذا منعت منها لأنها تسبب الأمراض، تزيد الأمراض، فهي ويؤدي ذلك إلى كم شدة المرض، سيمتنع كل الشهوات. حميتها أعظم أسباب اتصالها إليها، فكلما فتحت عليها باب الشهوات كنت ساعيا في حرمانها إياها، وكلما أغلقت عنها ذلك الباب كنت ساعيا في إصلاحها، في إيصالها إليها على أكمل الوجوه. فالغضب مثل السبع، إذا أفلته صاحبه بدأ بأكله. يعني الغضب ده السبع إذا خرج عن الطوع أول حد يبدأ المدرب بتاعه. والشهوة مثل النار، إذا أضرمها صاحبها بدأت بإحراقه. والكبر بمنزلة منازعة الملك ملكه، فإن لم يهلك طردك عنه. والحسد بمنزلة معاداة من هو أقدر منك. والذي يغلب شهوته وغضبه يفرق الشيطان من ظله، ومن تغلبه شهوته وغضبه يفرق من خياله. يقع الخوف إذا ما قال لله عز وجل، يخاف من يعني من تغلب شهوته وغضبه يفرق من كل ما يضيع عليه ما يتصور من الملك والجاه والشهرة، فالتي أشياء التي يغضب لها فيخاف من زوالها فيفرق من كل شيء. نعوذ بالله من ذلك. أقول قبل هذا واستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.